طيب، يعطيكم العافية جميعا. اللي راح نعمله هلا بدنا نحكي شوي على الفانكشنز، اليوزر ديفاين فانكشنز، وبشكل رئيسي راح نشوف كيف راح نعرف فانكشن، وبعدين بناء على تعريف هاي الفانكشن نشوف كيف بدنا نتعامل معها. هلا تعريف الفانكشن بالبي اتش بي بيكون بالشكل التالي: فانكشن مثلا اعطيها اسم add، تاخذ مثلا رقمين اكس فاصلة دولار ساين واي، بعدين بكتب الكود تبع الفانكشن. الكود تبع الفانكشن ممكن يكون حسب نوع الفانكشن. اذا الفانكشن بتعمل ريتيرن، بحط بالنهايه ريتيرن والفاريبل اللي بده يرجع، مثلا فاريبل اسمه سم، وهذا السم هو عباره عن دولار ساين سم بيساوي دولار ساين اكس زائد دولار ساين الواي مثلا. هاي ابسط طريقه او ابسط فانكشن انت ممكن تعملها. هلا اذا الفانكشن ما بتعمل ريتيرن لاي شيء او بتطبع، مثلا function print string مثلا اسميها dollar sign x، هي عبارة عن مثلا echo ل dollar sign x، بصير عملية الكولينج للفانكشن بتكون من جوا الكود مباشرة، زي مثلا dollar sign ال a بتساوي 5، dollar sign ال b بتساوي 6. بعدين بحكي له ايكو، بما انه فانكشن الاد بترجع قيمه، اد دولار ساين ال a فاصلة دولار ساين ال b. زي ما انتم عارفين عمليه الباسنج للباراميترز مش الشغله الصعبه. بعدين ممكن احكي له مثلا ايكو بين دبل كوتيشنز the result is shown above، وبعمل سيف. هلا هذا فايل بدي اروح اعمل ران للزامب بالاول، اتاكد الزامب عندي شغال، very likely انه شغال. شغال، اوكي شغال شغال. بروح على الادمن، بحط on localhost user functions dot php وبعمل له ران. syntax error unexpected فاصلة، وين الفاصلة؟ بلاين 12 هاي؟ اوكي سيمي كولن F5 11 the result is shown above. هلا ال 11 هي نتيجة ال sum، و result is shown above اللي هي ال string. هلا هاي شغلة بسيطة، عرفنا function وعملنا لها call. خلينا نعمل التالي. اول اشي كيف بدنا نعمل موديولاريتي للفانكشن، كيف بدنا نعمل هاي الفانكشن ريوزابل. الطريقه الاولى اني اعمل كوبي، او خلينا نحكي بعمل كات، وبروح بعمل فايل جديد خليني اسميه مثلا math library mathlib.php. هاي الماث لايب بدي اعتبر انها لايبراري أو هيدر فايل زي الموجود بالسي بلس بلس الاي او ستريم، بحط فيها الفانكشن، وهي الفانكشن موجودة بالماث لايبراري. هلا زي بالسي بلس بلس برضو، لما بدي انادي هاي الفانكشن بدي اروح اعملها كول او اعملها انكلود. كيف بعملها انكلود؟ بحكي له انكلود، بفتح قوس وبعطيه الاسم ماث لايب دوت بي اتش بي، بحط هون سيمي كولن. هلا هاي صارت زي كأنها function موجودة جوا نفس هذا الفايل اليوزر function، وبعملها كول عادي، هاي add وبستعملها عادي، واللي برجع منها بعمل له echo. هاي روح على الفايل اعمل له refresh، ما تغير اشي، ال 11 لسه 11. نفس الشيء بالنسبة لعملية الطباعة، برجع هون function print string باخذها زي ما هي، control x، بروح على الماث لايب وممكن احطه هون. هذا معناته كل الفانكشنز اللي موجودين عندي ممكن احطهم بلايبراري فايل استدعيه لاحقا. مثلا خليني اسمي فانكشن subtract، تاخذ برضو دولار ساين الاكس فاصلة دولار ساين الواي، و تعمل ريتيرن لا بين قوسين دولار ساين الاكس ماينس دولار ساين الواي.
بصير بعمل سيف وبروح على user functions وبعدين echo add echo خلينا نحكي subtract بين برضو دولار ساين ال A فاصلة دولار ساين ال B. طبعا لا ننسى هون بعد الإيكو يكون في عنا new line وهون في عنا break rule برضو و echo the result is shown above. أو ممكن أحكي له print result أو print string اللي مثلا رجعت من الاد ل دولار ساين ال A مع دولار ساين ال A وانا تحديدا حطيت A بس مشان اورجيك انه النتيجة مختلفة. برضو هون خليني احط ايش بريك رول. خليني اعمل ريفرش على البراوزر. هاي ال 11 ناتج السم ماينس 1 ناتج الطرح. The result is shown above. اوكي تمام. بعدين العشرة اللي هي مجموعة الخمسة مع الخمسة اللي هي عبارة عن print string لناتج الطباعة. هيك انا بكون تعلمت شغلتين، بكون تعلمت كيف اعمل function وهاي الفانكشن احطها ب external file واعمل call لل external file من خلال ال include. هلا this is very simple user defined function وممكن تعمل more complicated functions. هلا الشغلة الثانية اللي بدك تحطها ببالك انه عملية الكول للفانكشن تختلف حسب طبيعة الفانكشن. هون لانه الفانكشن بترجع قيمة حطيتها بايكو، هون لانه الفانكشن بترجع قيمة حطيتها بايكو، هون لانه الفانكشن ما بترجع قيمة بتطبع مباشرة اخذت عملت الكول تبعها مباشرة. هيك بكون عرفت user defined functions. هلا الاشياء البسيطة اللي بدك تعرفها غير الانكلود، في عندك require برضو بنفس الطريقة بتاخذ باراميتر، في عندك include once برضو بتاخد parameter، في عندك require once. هلا كل واحدة منهم إلها سبب للاستخدام. I will leave this على الأقل هذول الثنتين include once و require once هذول لكم. بهمني ال include لو الماث لايب تفايل ما كان موجود باللايبراري او على نفس الدايركتوري عادي ما في مشكله ممكن انساه. ريكواير اذا كان مش موجود بيعطيني ايرور ومباشره. خليني اجرب مثلا احط اي هايبوثيتيكال نيم ل مثلا xyz.php بالريكواير. خليني اشيل الانكلود وانس والريكواير وانس. هاي سيف بروح على البراوزر بعمل ريفرش اعطاني وارنينج ريكواير xyz.php failed to open stream. ما لقيت الفايل على طول اعطاني ايش error fatal error. بينما لو بالانكلود بدل الريكوير حطيت انكلود لا xyz وعملت له سيف ريفرش اعطاني warning مش error warning وكمل شغل عادي. وفي طريقة على فكرة انك تخبي الوارنينجز بس احنا منخليهم لانه we are seeking to see warnings لأنه نحن we are trying to develop فمشان هيك we seek to see warnings. آخر شغلة راح أحكيها إنه أحيانا ما بين الفانكشنز you need to pass parameters و sometimes you need to use global variables. يعني مثلا لو كان في عندي هون هذول الفانكشنز نفسهم أرجعهم على الفايل هذا على user function وأشيل الانكلود. بعدين حكيت له sum بتساوي x و x زائد y. بعدين حكيت له echo هون دولار ساين ال a. هلا by default ال a معرف برا الفانكشن وبال C++ احنا عارفين لما تعرف برا الفانكشن معناتها global variable مش هيك. هلا a عندي هون جوا الفانكشن مش معرفة، معرفة برا الفانكشن، فالمفروض لمين يرجع؟ لقيمة a لglobal. هاي سيف نعمل ريفرش اعطاني ايرور undefined variable a بلاين 11 undefined variable a بلاين 11 كمان مره. ليش اعطاني هذا الايرور؟ لانه variable a
السكوب تبعه جوا هاي الفانكشن، وما في شيء اسمه global variable unless أنا حكيت له جوا الفانكشن أنا بدي أستعمل هون somewhere global dollar sign الـ a. لما بعمل save بعمل refresh أخذ الخمسة، طبع الخمسة بعدين طبع المجموع، طبع الخمسة بعدين طبع المجموع. معناته الكيورد اللي اسمها global بتعرف الglobal a value. طب لو كان عندي a ثاني هون جوا الكود ممكن احط هون مثلا دولار ساين الـ a تساوي 10 ايكو دولار ساين الـ a، بعدين حكيت له global a ايكو a، بعدين او احكي لك a++ او حتى الاصح بلس بلس الـ a. خليني اشوف على اي a بده يزيد، وبعدين هون بعد الفانكشن او بعد ما انادي الفانكشن اخر اشي باخر البرنامج بحكي له echo دولار ساين الـ a هي سيف، برجع بعمل ريفرش طبعا 10 الجلوبال بعدين 6 اللوكال. خليني اطبعهم هون ايكو لوكال a فاليو از ودولار ساين الـ a، وبعدين هون جلوبال a فاليو از ودولار ساين الـ a، بعدين هون خلينا احط كمان global a value is وحط دولار ساين الـ a. طبعا دائما بعد كل واحدة لازم احط برضو break rule هون برضو break rule، آخر إشي هون احتياطاً أحط البريك رول سيف، بعمل ريفرش local a value is 10 global value is 6. هلا أنا لما طبعت الجلوبال على فكرة حطيت إيش global dollar sign الـ a، وبعدين عملت pre-increment فطبع الجلوبال a value is هون is 6، بعدين طبع ال 11 اللي هو السم، بعدين صفر اللي هو ناتج الطرح لأنه A صارت 6 و B صارت 6 فبالتالي طبع صفر. The result is shown above. تمام. Local A value is 10 كمان مرة، Global A value is 7 برضو pre-increment، بعدين طبع 12 اللي هو ناتج الجمع A مع A اللي هي 6 مع 6، بعدين ال Global هاي فيها misspelling A value is 7، هاي آخر قيمة لـ A بعد ما هاي الـ global. إن شاء الله إن الأمور تكون واضحة للجميع، وهاي هيك بتغطي الـ user defined functions و how to include هذول الـ functions من external file. نشوفكم إن شاء الله المحاضرة الجاي أو مع التسجيل الجاي، ويعطيكم